سناء منصور، رؤيا إذاعية، طارق عليش. كان يا ما كان، كان في ولد اسمه فادي. فادي كان عنده عيب خطير جدا، كان دايما بيحب انه يوقع بين اصحابه، وكان كل ما يشوف اتنين من اصحابه بيتخانقوا كان يقعد يضحك ويفرح قوي. بابا كان على طول بيقول له بلاش تعمل كده، صحابك هيزعلوا منك وهيتضايقوا. يا بابا انا بهرج وبلعب معاهم، وهم بقى اللي مش أذكياء عشان كده بيصدقوني دايما. فادي في يوم شاف صاحبه أسامة، فرح قال له يا أسامة تعال ما أقولك، أنا سمعت هيثم بيقول عليك إنك مش ذكي ومش بتفهم حاجة وإن هو أشطر منك. أسامة استغرب جدا وسأله الله، وهو ليه يقول عليا كده؟ عشان يعني كنا بنجيب سيرتك مع أصحابنا وبنقول عليك إنك شاطر وكده بقى، فهو اتضايق وقال عليك كده. أسامة اتضايق جدا وساب فادي ومشي. راح فادي بسرعة لهيثم اللي كان واقف بيلعب مع أصحابه وندهله يا هيثم تعال ما أقولك، عايز أقولك على حاجة مهمة. فادي خد هيثم على جنب وبدأ بقى يوشوشه، أنا سمعت إن أسامة قال عليك إنك مش ذكي ومش بتفهم حاجة وإن هو أشطر منك، وهو جاي دلوقتي عشان يضربك ويثبت إنه أقوى منك قدام أصحابنا كلهم. إيه؟ ليه؟ أنا عملت له إيه؟ عشان يعني قال إيه إن إحنا كنا بنجيب في سيرتك مع أصحابنا وبنقول عليك إنك شاطر وكده، فهو اتضايق وقال عليك كده. فجأة وهم واقفين هجم أسامة على هيثم، والاتنين مسكوا في بعض وقعدوا يضربوا في بعض، وفادي واقف يضحك عليهم جدا. وهيثم وأسامة بيتخانقوا مع بعض، فجأة الاتنين بصوا على فادي لقوه بيضحك عليهم، فبصوا لبعض وقالوا ايه ده؟ ده بيضحك علينا. يقوم فادي يقول لهم وهو بيضحك هاي ضحكت عليكوا وخليتكوا تضربوا بعض هاي وقعد يضحك جدا عليهم. هيثم وأسامة قالوا لكل أصحابهم ما يتكلموش أبدا مع فادي لأنه على طول بيوقع بينهم. فادي كان كل ما يروح يتكلم مع حد من أصحابه يقولوله إحنا مش هنلعب معاك ولا حتى هنتكلم معاك تاني. فادي فضل كده كتير، كل ما يروح لحد من أصحابه يرفضوا يلعبوا معاه. ففادي راح يشتكي للمدرسة. المدرسة قالت له ده تصرف مش سليم وغلط يا فادي، انت لازم تتعلم بس من غير ما تعمل مشاكل. المدرسة خدته وراحت تلف معاه على الفصول، وكل فصل يدخله فادي يعتذر لأصحابه ويقول لهم أنا آسف مش هوقع بين حد تاني. وصل فادي للفصل بتاعه، وأول ما دخل كل أصحابه خرجوا من الفصل وسابوه. المدرسة ندهت عليهم استنوا انتوا رايحين فين؟ أنا جاي أسلم عليكم. بصوا لها وقالوا لها احنا مش عايزين نلعب مع فادي عشان هو وحش. فادي راح بس دماغ صحابه واعتذر ليهم معلش أنا كنت بضحك معاكم. قال له أسامة انت خلتنا نضرب بعض واحنا صحاب، وكل ده بسببك انت، وكان ممكن حد فينا يتعور أو تحصل له حاجة مش كويسة. فادي اتكسف قوي 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 من نفسه ومن كلام أصحابه، ووعدهم إنه مش هيعمل كده تاني أبداً، عمره ما هيوقع بين أصحابه. فعلاً بعد وقت كده قليل فادي اتغير خالص وبقى شاطر، وكل أصحابه حبوه لأنه بقى كويس وبطل يوقع بين أصحابه.
توتا توتا خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ يا ماما بصحى كل يوم عايز اسمع احلى كلام في اليوم، حدوتة ملتوتة لا دي جميلة في كل مكان والكل العيلة، توت توت قطر صغن توت وفي كل بلد وياه هنفوت، هنسمع احلى حكاية جميلة وطنط سناء هتقولها لينا. حدوتة ملتوتة كتبها مصطفى عبد الفتاح، تحكيها طنط سناء منصور، رؤية إذاعية طارق عليش.